أنه في إطار دعم مصر للدول الإفريقية وتضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان، أقلعت طائرتان عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من مصر لجمهورية السودان الشقيقة. في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان، أقلعت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة. تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء. والحقيقة كمان كان في زيارة مهمة لرئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل لدولة جنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير وعدد من المسؤولين في الدولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لنظيره في جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية والعلاقات طبعا مع جنوب السودان، وتضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لدولة جنوب السودان لقاء مطول مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول وعدد من المسؤولين. وعقد رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل اجتماع موسع مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة. كمان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان، وافتتح رئيس المخابرات العامة ووزير الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسؤولين في دولة جنوب السودان المركز الطبي المصري الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين في جنوب السودان.